اهلا بكم. رؤيه الامتحان في المنام. تعرف ان ابن سيرين وشهاب الدين العابر وابن غنيم والنابلسي اعلام تفسير الرؤى ما ذكرهوش خالص في اي كتاب من كتبهم؟ ليه؟ لان على ايامهم ما كانش فيه امتحانات نهائيا، تمام؟ عشان كده رؤيه الامتحان هي رؤيه مستحدثه، وفي امور غريبه جدا بتحصل لكل انسان بعد ما يشوف الحلم ده. وقبل ما ابدا عايزك انك انت تدوس لايك، ولو اول مره بتسمعني اضغط زر سبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك مزيد من مقاطع الفيديو من قناتك تفسير الاحلام. وخلونا مع بعض نبدا. رؤيه الامتحان يا اخي الكريم هي رساله تحذيريه بيرسلها ليك ربنا سبحانه وتعالى على حالات. الحالة الأولى إما أن هي تكون بتحذرك أن ممكن يكون بينك وبين أي حد مسألة قانونية أو قضية في محكمة، والأمر الثاني بيدل على أنك أنت عليك كفارة صيام أو عليك ندر ما وفتش بيه، والأمر الثالث أنك أنت عليك كفارة صيام يجب أداءها، وآخر أمر ربما يدل على الهموم والغموم والفتنة والبلاء. امتى بقى بيدل على كفارة الصيام؟ ربما ان في واحدة تشوف في منامها ان هي قاعدة في لجنة اختبار، لان اكثر الامتحان بتتكرر على النساء وليس على الرجال. تشوفي مثلا نفسك قاعدة في لجنة الاختبار وما انتش قادرة انك انت تحلي ولا سؤال، او انك انت محتارة مش عارفة تجاوبي على الاسئلة، والوقت خلاص هينفد منك وتصحي من النوم بعد الرؤية ديت. هتراجع نفسك على ثلاث حالات. هتلاقي اما انك انت عليك كفارة صيام، يعني مثلا كان عندك عذر في شهر رمضان وفي ايام ما صمتهاش، فلازم انك انت تأدي الايام ديت، ودايما الرؤى ديت سبحان الله بتيجي قبل رمضان عشان للنساء عموما، عشان لو عليها كفارة صيام تؤديها. الامر الثاني ربما ان يكون عليك وفاء بندر، انك انت مثلا نذرت شيء او قلت ندر علي لو حصل كذا 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 يا رب هسوي كذا، والندر ده لازم انك انت توفي بيه. كذلك انت ايضا يا اخي الكريم لو شفت نفسك انك انت بتمتحن وداخل لجنة امتحان وفي ناس محاوطينك، تعرف ان معنى الرؤية ديت ايه؟ معناته يا اخي الكريم انك انت ربما تتعرض لجلسة أو يكون عندك قضية في المحكمة، ولكن على كل أن تتخلص منها على خير. وربما أيضا دلت رؤية الامتحان على اختبار، يعني بمعنى صح فتنة ممكن أنك أنت تتعرض ليها. يعني مثلا على سبيل المثال في ذنب أو معصية أنت ممكن تقع فيه في الحقيقة، فربنا سبحانه وتعالى يجيب لك رؤية الاختبار ده عشان يذكرك بالدار الآخرة، لأن الإنسان دايما بيحتاج إلى مذكرات، إلى شيء يرجعه لطريق ربنا سبحانه وتعالى. فدايما ربنا بيبعت لك الرؤية ديت كرسالة تحذيرية أنك أنت لازم ترجع للطريق الصحيح. وعشان كده يا أخي الكريم لازم تعرف أن الامتحان من الأمور الصعبة جدا اللي أنت بتشوفها. فلو شفت أنك أنت بتمتحن وقلبك مكبوط في لجنة الاختبار وأنك أنت ما أنتش عارف تحل، تعرف على طول أن في ذنب أنت مصمم عليه في الواقع، لازم أنك أنت تترك الذنب ده. ولو رجعت حياتك صدقني هتلاقي الرؤية دي بعدها في أربع أمور عندك: إما أن عليك دين لازم أنك أنت توفي بالدين ده، أو عليك كفارة صيام وندر، أو عليك قضية في المحكمة. فرؤية الامتحان أو الاختبار ما بتخرجش عن أي معنى من المعاني ديت أيا كان بقى الإنسان. يعني لو شفت أنك أنت مثلا في اختبار وحليت الأسئلة بحالها تمام وما سبتش اي سؤال من الاسئله، لا، رؤيه هنا بتكون يعني بمثابه بشاره طيبه ان ربنا سبحانه وتعالى بيوفقك في حياتك، بيوفقك في التجاره اللي انت داخل فيها. لو عندك اي مشروع وخايف منه، لا، توكل على الله. لو عندك اي موضوع خطوبه، توكل على الله فيه هتوفق. ليه؟ لانك انت شفت انك جاوبت على كل الاسئله في الامتحان. اما لو انت تركت اسئله مثلا وجاوبت على اسئله، فتعرف ان في امور انت محتار فيها، ما عندكش قرار، انسان متردد، مفيش امر انت بتاخده او قرار قادر انك انت تقدم عليه بكل طاقتك، يعني دايما كل شيء كده بتكون متردد فيه. لو شفت انك انت حليت مجموعه من الاسئله وتركت مجموعه من الاسئله. دي طبعا رؤيه الامتحان وما يدور حواليها، حبيت ان انا الخصها لك في دائما معدوده. الكلام ده ربما انك انت ما تلاقوش في الكتب، انا جبته من عندي، وان شاء الرحمن ده اقرب للصواب في رؤية الامتحان. فلو شفت أي رؤية عن الامتحان وحصل ليك موقف بعدها، يا ريت تضعها في كومنت أسفل الفيديو وتكتب إيه اللي حصل معك عشان كل متابعين في قناة تفسير الأحلام يستفيدوا من التجربة بتاعتك. وما تنساش لو عجبك المقطع ده دوس لايك وشيره لأصحابك، ولو أول مرة بتسمعني اضغط زر سبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك مزيد من مقاطع الفيديو من قناتك تفسير الأحلام. ليكم أطيب تحياتي، أنا أخوكم يوسف أحمد، دمتم فود في أمان الله.